الشعب المصري يستشعر الخطر على الفور. القوات المسلحة المصرية تساند جهود الدولة بالدعم اللازم، فهي دائما لم ولن تتأخر أبدا. القوات المسلحة المصرية، الحصن والسند. بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمشاركة القوات المسلحة في تقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير السلع التموينية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وفي هذا الإطار اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة مجموعة من الإجراءات والتدابير لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة شركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبو رواش، وذلك ضمن أعمال المتابعة المستمرة التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للاطمئنان على جاهزية الشركة لإمداد كافة أجهزة القوات المسلحة والسوق المحلي وقطاعات المجتمع المدني بمختلف مواد التعقيم والتطهير. حيث تابع رئيس أركان حرب القوات المسلحة الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الشركة وتأكد من جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام لإنتاج مواد ومحاليل التطهير والتعقيم التي تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان طبقا للمواصفات العالمية بما يوفر المناخ الآمن والصحي، من خلال القيام بأعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة، فضلا عن متابعة أحدث الوسائل العلمية وآليات العمل لمواكبة أعمال الوقاية والتطهير التي تنتهجها المؤسسات العالمية في ذلك المجال للحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى الاطمئنان على توفير المخزون الاستراتيجي للمواد والمحاليل المستخدمة في أعمال التطهير والتعقيم والتي نصت عليها قواعد منظمة الصحة العالمية وتمتاز بخصائصها الآمنة، إضافة إلى أنها ستغطي كافة الاحتياجات لضمان مجابهة الأزمة الحالية. احنا الحمد لله رب العالمين بنكرس الجهد وبنضاعفه ان احنا نزود انتاجنا ونضاعف الكمية المنتجة حاليا لاستخدامها لمعاونة اجهزة وقطاعات الدولة المختلفة. قامت شركة النصر للكيماويات الوسيطة بزيادة انتاجها من الكيماويات التي تنتجها داخل الشركة لصالح أغراض التطهير والتعقيم. وفي سياق متصل اصطفت عناصر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للدفع بها إلى السوق المحلي. الحقيقة كنا بندور على المنتجات اللي فيها كحول أو المنتجات المعقمة، كان في استغلال الفترة اللي فاتت كبيرة جدا، كنا بنشتري المنتج أعلى من سعره. في الفترة دي النهاردة لقينا في عربيات خاصة بالقوات المسلحة موجودة في المنطقة، فنزلنا عشان نشتري المعقمات، لقينا في كميات متوفرة كتيرة جدا ولقينا الأسعار مناسبة جدا، ومفيش الحقيقة زحمة لأن الخدمة متقدمة بشكل منظم جدا. يعني بنشكر القوات المسلحة انها يعني دايما واقفة مع الناس واقفة مع الشعب وبتقدم لهم اي حاجات ممكن ناقصة في السوق وبتمنع استغلال التجار. الشعب والجيش
في كل العصور وفي كل الأوقات بيكونوا إيد واحدة بالذات في الأزمات. حيث تم مضاعفة كميات المعروضات من المطهرات والمحاليل التي تستخدم في أعمال التطهير والتعقيم، وكذا السلع التموينية التي تلبي مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة، والتي شهدت إقبالا متزايدا من المواطنين، وذلك من خلال منافذ بيع جهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الثابتة والمتحركة، وطرحها بالأسواق لكافة فئات الشعب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار القضاء على الممارسات الاحتكارية. حاجة أنا كنت متوقعة بالأسعار دي، مش متوقعة بالجودة دي. الحاجات متوفرة وموجودة، الكلور دوت اللي في أماكن كتيرة مش عايز أقول أسماء غالي جدا جدا، هنا الأسعار حلوة قوي ومتواجد في كل حاجة، غير أن من البداية أصلا وانت داخل اللي بيقيس لك حرارتك بيتعامل معاك بتعامل حاجة ستاندرد مش موجود حتى في بلاد أوروبا يعني. يأتي ذلك ضمن الإجراءات المتواصلة من القيادة العامة للقوات المسلحة لدعم أجهزة الدولة المختلفة ولضمان توفير سبل الوقاية وكافة المتطلبات الأساسية ورفع العبء عن كاهل الشعب المصري.